كراسي جدران. طبعا انا ما مولع على الانوار فيه. هذا السقف ديكوراته الجبس حقه كله لون ابيض البيت حلو. هذا المصطلح حق الرجال والمراية فيه كله. تحب الأشياء الحلوة كلها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا المطبخ حق بيت مسطر فيه. هذه دواليب فوق وتحت كله. أبو هيثم يولع اللمبة. هذا كذا في الاتجاه الثاني. هنا في مستودع هي فيه. هذا مستودع فيه ثلاجات كل شيء فيه. وهذا اللي هنا الباب يدخل على منشأ غسيل فيه. إن شاء الله يبارك لهم فيه. إن شاء الله يسكنوا بالعافية. هذا لون الجدار. شوف كيف كله الناس بطلوا الالوان. شوف كيف وناعم زي السيراميك يعني حلو. ما هو خلاص بطلوا الناس الالوان ما فيه كله. هذا كل المجلس الابواب السقف كل الاشياء فيه. هذا الدرج ديكور حق الدرج فيه. هذا الدرج يطلع على فوق كله لون ابيض حلو سيراميك. هذا السقف من فوق هذا اللي هو الجبس والاشغال الحلوه كله ما فيه. هذا الصاله صاله البيت ما شاء الله تبارك الله. صاله كبيره وحلوه فيه. هذه صالة أيضا صغيرة صالة طعام ملحقة فيه. هذا يطلع على درجة على فوق كمان. وهذه دورة مياه في الصالة ما شاء الله تبارك الله. كله حلو وفرشه حلو.